تطبق يده على البندقية وعيناه ترقب أي تقدم لجيش النظام. تنظيم وأوامر عسكرية وضباط منشقون برتب عالية حول مدينة حمص وعلى بعد كيلومترات معدودة منها ينتظرون ساعة الصفر. بالروح بالدم نبتيك سوريا. هي إحدى كتائب الجيش الحر مؤلفة من نحو 150 جنديا منشقا، وهي واحدة من ما يزيد عن 30 كتيبة في محافظة حمص وحدها، وتقدر أعدادهم بالآلاف. أقسم بالله العظيم أن أدافع عن أرض سوريا وأن تبقى حرة أبية ضد نظام الأسد الغاشم. يقول المقدم محي الدين الزين قائد هذه الكتيبة أن خطة عنان لا وجود لها على الأرض بسبب استمرار جيش النظام بقصف المدن، وهو ما يدفعهم لحمايتها حيث تأخذ معاركهم طابعا دفاعي. 58 58 افتح المرصد. شو انت بالمرصد عندك؟ شو الأوضاع بالمرصد؟ رقم 27 الأوضاع جيدة، لكن بالمرصد 38 يوجد تحرك بهجمات صواريخ باتجاه مدينة القصير. 58 استنفار المدفعية، كتيبة المدفعية يكون جاهز. يعتمدون في تسليحهم بشكل أساسي على ما يحضره المنشقون معهم من عتاد كهذه الرشاشة الثقيلة. أدعو كافة الأمم، أدعو الإنسانية كافة إلى دعم هؤلاء المقاتلين للزود والدفاع عن نسائهم وأطفالهم فقط والدفاع عن أرضهم. يؤكد قادة الجيش الحر في حمص أن المساعدات لا وجود لها في قاموسهم إلا من قبل سوريين في الداخل والخارج، وهو ما يعينهم على مواصلة معركتهم في الدفاع عن المدنيين. تطور كبير طرأ على تنظيم وعتاد الجيش الحر أدى لسيطرتهم على نحو ثلثي محافظة حمص، ورغم تفوق جيش النظام عسكريا إلا أن دعم الأهالي لهم يعد عاملا حاسما في أي معركة. محمد دغمش، حمص العربية.